بعد شوي تحت الهواء. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا أخي وأنا جاي بالطريق تذكرت أيام سكريبت وليلة تحف. إيه واشتحنت وعديت اللفة ثم لفيت بلف جي ما دريت إلا أنا ولف جي في العبار. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. الله يسلمك. جعل الدنيا هفداك والموتر بداله موتر والحديد بداله. المهم هباس ما بعد هباس. يا حبيبي يا أنت بشرف سعادة. يا والله لي مرحبا. العبار رضيب يا شيخ. السحر والله في السحر والله في راسك انت يا لا داعم المتسابقين بيعلمك شفت يوم عفار جاء عليه ما جاء الحادث انا نفس العبارات اللي يطح فيها حبس انا ودي اتقنع بالله العالم دي ما لها عيون تشوف تدري ليه حباس الحمد لله على سلامتك وراك يا اخوي وراك الله يسلمك الله يسلمك ايش تحنت مهمين عندي يا اخي ايش تحنت نجوم بالسكريبت تقنع بالله لا اله الا الله والله العظيم حادث عفان اني مر عليه بعد اقسم بالله اني مرن عليه كذا الا السيارات واقفه وامشي مقدم وقف النقاش ده يا اخواني ترى هو ما ترى ان شاء الله المره الجايه عطول ترى الوقت بداهمنا هو لونه ترى ابشر ابشر المره الجايه عندك ابو حمود قبل ما ينتهي الوقت علينا طبعا نبغى ناخذ تعليق اللي كلنا معارضين عليه اعضاء فقره خذها كاش محمد بن مناحي باي وجه حق انت مقدم في البزنس هذا تدعم ثلاثه من المتسابقين فقط لا شوف أنا ما أدعم ثلاثة. أنت دعم ثلاثة بناء على تغريدتك. شوف أنا أدعم الجميع. أيوة وحددت كلهم إخواني الآن هم متسابقين الآن زملاء. أيوة. واضح. والثلاثة شلون؟ ولكن الله يهدي عبد العزيز الأسلمي هو اللي حدانا على الشين. يعني عبد العزيز الأسلمي يطبق لنا طبق وراه. هو اللي حدانا. ولا كان موده أبو مناحي عرفت ترى. ما ودي أنا. طيب إذا عبد العزيز أخطأ تخطأ. يقولون الأولين أقرص لحمك. عينه يوجعك. يوجع لازم يعني. أنا ما يرد عليك رد عليك أبو طبعا شوف كلنا نتفق ان الخطا بداها عبد العزيز الاسلمي اولا يعني ولكن الخطا واحد لا يعني ان البقيه مسموح لهم الخطا يعني تواقف في اشاره نايف قطع الاشاره انت تقطع تقول والله هو اللي حدني شفت الغلط في انت الغلط راكبك بيض الله وجهك عدم احترافيه يعني اسمحوا لي انا لما قلت بعض المقدمين تخرجوا من برنامج ودخلوا على طول كمقدمين لا يزالون لابسين عباية المتسابقين ما في احترافية في العمل الإعلامي هذا يعني شيء أقول لك أنت نسفت احترافية لا 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 العمل شوف شوف شوف. مقدم في برنامج لو كان أخوك ولد أمك وأبوك متسابق مالك حق تصرح وتعلن بدعمه صحيح صحيح بس يا اخواني يا اخواني دقيقه لا لا ما خلصنا ما خلصنا نقطه ما خلصنا الدعم اليوم الساعه أنا واحدة انا سمعتك لما يعلن عادل هيفت بخدمك ابو مناحي بخدمك هو الاخوان ما دعموا الا بعد ما انتهى برنامج بعد 90 يوم قصدك بعد انت تفضل انتهى العقد انت خلاص كمقدم لا 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 البرنامج ما انتهى طيب لو البرنامج انتهى هو ليش قاعد ابو يوسف ولابس مايك والناس كلهم في المسرح ابو يوسف ما اعطوهم البرنامج ما ينتهي هم وجه جمهور وجه عادل جماعه وجه الجمهور احترم وجهه نظرك لكن انتم شفتوا هذه ولا شفتوا الايجابيه الاكبر ايش الايجابيه الاكبر أيوة. اني قبل لا اسوي الامر هذا وقبل لا يسوي عبد العزيز الامر هذا انا عن نفسي اتكلم انا نزلت في الاصفر ونزلت في تويتر اوكي الرابط تبع تصويت في نجم الجمهور للجميع فارس النسخه للجميع نعم للجميع قبل لا اخص الثلاثه ولكن خصيت الثلاثه هذولا لانهم يعني يعبرون لي اخوان اقرب لي يعني شوي اخوان اخوان شوف محمد لا طيب ارجع واقول انا ادعمهم لازم تعرف انا ادعمهم ووقف معهم بحكم صله القرابه فقط القرابه قلت لك فقط ابو مناحي ابو يوسف ابو يوسف انت مقدم لا يحق لك البرنامج ما انتهى والدليل زي ما قلت لك انك انت الوحيد الجمهور جالسين في المسرح انت الوحيد اللي فتحوا لك البوابه انت الوحيد والله اللي بشوط مايك وقعدت معانا والله العظيم في هذا الموقف إن كلامك المهني انت مقدم وكلامك الصح وكلامك القدام نعم. لكن وجهنا وهذا الدليل وهذا الدليل اني اطالب المقدمين اللي اثبتوا عدم